ذكر مراسل بي بي سي في إسلام أباد أن 3 قتلى و11 جريحا سقطوا في انفجار استهدف حاجز تفتيش في الشاطئ الباكستاني من إقليم كشمير. ووقع الانفجار قرب المستشفى العسكري الواقع في منطقة راولكوت، وجاء بعد يوم واحد من زيارة الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري للمنطقة وقوله إن السلام الإقليمي يتوقف على حل النزاع في إقليم كشمير. معنا عبر الهاتف من إسلام أباد مراسل بي بي سي بكر يونس. بكر، هل من تطورات جديدة في هذا التفجير الذي حدث في كشمير؟ بحسب ما أوضحت السلطات الباكستانية فإن عدد القتلى هم 3 من عناصر الجيش الباكستاني الذين ألقوا حتفهم إثر قيام قنبلة موقوتة بالانفجار عند حي للقوات العسكرية في منطقة راولكوت الواقعة في مظفر أباد والتي أيضا هي ضمن كشمير الباكستانية. الأمر يعتبر بأنه جديد في الحقيقة أن تستهدف هذه المناطق أو الوجود العسكري في تلك المنطقة. يعني في العادة النقاط العسكرية المستهدفة تكون حركة طالبان أو المسلحين القبليين هم من يقف وراء هذه العمليات، ولكن استهداف التكنات العسكرية في منطقة كشمير هو أمر يعتقد في الأوساط الباكستانية بأنه عامل خارجي لا دخل له في الصراع القائم بين حركة طالبان والجيش الباكستاني داخل الأراضي الباكستانية. إذا يتوقع بالفعل أن تقوم الحكومة الباكستانية بتوجيه تهم لجهات خارجية لا سيما الهند التي تعتبر في حالة نزاع على منطقة كشمير الهندية والباكستانية على حد سواء. ماذا عن الحركات المسلحة الكشميرية التقليدية التي عهدناها سابقا في تلك المنطقة؟ هل يمكن أن توجه لها أصابع الاتهام؟ الحركات في العادة توجه سلاحها إلى الجيش الهندي أو التواجد الهندي في الحدود الكشميرية الباكستانية، ولم تقم قبل ذلك بتوجيه سلاحها إلى الجيش الباكستاني، وهذا الأمر الذي سيشكل عدد كبير في الحقيقة على السادة الباكستانيين وأيضا على السادة الهنود الذين كانوا في الأونة الأخيرة توصلوا إلى اتفاقية لتبادل المعلومات النووية ليحدوا من المنشآت النووية وأيضا لامتناع البلدين عن الدخول في حرب نووية. هذه الاتفاقية كانت قد وقعت عام 92 وهي الآن فعلت من جديد، وكانت يعني باكستان والحكومة الهندية على أمل أن يقوموا بالعمل في هذه الاتفاقية. إذن قد تشكل هذه الضربات في منطقة كشمير في الحقيقة ضربة أيضا للاتفاقيات الجديدة بين الهند وباكستان. بكر، الرئيس الباكستاني كان قد زار لتوه هذه المنطقة يوم أمس بالتحديد، هل من رابط بين الحادثين التفجير والزيارة؟ الزيارة جاءت في يوم التضامن مع كشمير، ويعتبر هذا اليوم هو نوع من يعني هو عادة رئاسيات أو احتفال رئاسي تقوم به الحكومة الباكستانية لإظهار التضامن والرغبة من قبل باكستان بإعطاء حق تقرير مصير للشعب الكشميري الذي ما زال يرفض السيطرة الهندية عليه. إذا هو أمر يعتبر نوعا ما بعيدا عن حادث اليوم. بكر يونس من إسلام أباد، شكرا جزيلا لك.